بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد حياكم الله، سبتم وطاب ممشاكم وتوادوا من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع منه ولي ذلك والقادر عليه. وبشركم ورسل نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث في كتاب الشفاء للقاضي عياض، هذا الكتاب الذي يتناول جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المظهر الخارجي ومن حيث الأخلاق الباطنة التي اشتملت عليها شخصيته أو اشتملت عليها أحواله صلى الله عليه وسلم. ولما بيجي نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته، رأفته، تلميذ، حيائه إلى آخره، بنستهدف من هذا أمرين. الأمر الأول أن نتخلق بهذه الأخلاق. ليه بنقول لابد ان احنا نتخلق بهذه الاخلاق؟ لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الانسان الكامل الذي نصبه ووضعه الله عز وجل في هذه المكانه ليكون عونا لنا على تنفيذ اوامر القران. القران كتاب فيه الصوره الكامله للشخصيه الكامله. اذا المسلم تبع ايات القران وسار على نهجه، لكن مش دايما لما تبدي الحد النظرية، مش دايما لما تبدي الحد ماذا يفعل وكيف يفعل وكيف لا يفعل بيستطيع أن ينفذ تنفيذا كاملا. لا يستطيع أن ينفذ تنفيذا كاملا إلا إذا رأى أمامه نموذج ينفذ هذا الوقت. فالقرآن إذا قلنا هو كتاب مسطور، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب متحرك. كتاب متحرك هو القرآن يتحرك. وبهذا وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها: كان قرآن على الأرض، كان قرآن صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض. إذا لما نتناول جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نستهدف التأسي بهذا الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الذروة العليا مما يمكن أن يتخلق به بشر. هذا أمر. الأمر الثاني لما نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نستهدف أن تتعلق به القلوب صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا ما نتكلمش في معاني مجردة، ما نتكلمش عن الحياء بما هو حياء، وما نتكلمش عن الشجاعة ونقعد نصدر للشجاعة وكيف تكون الشجاعة وأنواع الشجاعة. لا، هنتكلم عن شجاعة شخص محدد وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حياء شخص محدد وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عفو وصفح وحلم شخص محدد وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما بتكون هذه الأخلاق العالية متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يحدث تلقائيا هو ان القلوب بتتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا بالمناسبة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا هكذا، يعني انت كإنسان تحتاج الى ان تتعلق بشيء ما مادي. كل الناس عندهم القدرة انهم يتعلقوا بالمجردات. لما تكلم الناس عن الأخلاق الفاضلة الحميدة الكذا، كثير من الناس لا تصورها لا تخيلها. فإحنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في يوم من الأيام
يمشي على الأرض ويأكل ويشرب ويضحك ويتزوج إلى آخره. لماذا؟ حتى نتعلق به صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا الذي خلقنا يعلم أننا نريد هذا النموذج المتحرك، هذا النموذج المادي، حتى يتعلق به غالب الخلق. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخلق؟ فربنا اللي خلقنا عارف أننا نريد، أننا نحبه، أننا نتطلع إلى النموذج، نجعله كده دائما أمام أعيننا. لما الناس تفتقد هذا النموذج الكامل، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنهم يذهبوا لاختراع نموذج. هذا النموذج بيكون هو مصدر إلهام بالنسبة لي، زي ما بنشوف كتير من الشباب بيعلق صور الجيتار مثلا عنده في غرفته، أو صور المغنيين، أو صور المغنيات، أو صور لعيبة الكورة. ده إيه ده؟ ده معناه إيه؟ معناه هذا شخص يحتاج أن يملأ قلبه في ركن معين في قلبه، لن يملأ إلا بنموذج بشري يتمثله. طيب أنت الآن شلت من هذا المربع أو من هذه الزاوية في قلبك النموذج الحق الذي جعله الله عز وجل لك ليكون في هذا المكان. فإذا شلته لازم هيكملي بغير الحق. فأنت إذا لم تتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل تلقائيا هتلاقي نفسك بتتخذ قدوات أخرى أقل شأنا وأقل مكانة وأقل أخلاقا وأقل في الأخلاق العالية وغيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط فكرة أن الإنسان عابد بطبعه، الإنسان بطبعه كده ربنا خلقه في فطرته محبة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، محبة عبادة الله سبحانه وتعالى، محبة التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده غير اللي يقولوا ابن خلدون، ابن خلدون بيقول الإنسان مدني بطبعه. طبعا الكلام صحيح ما قلناش في حاجة، لكن احنا بنضيف على هذا أن الإنسان عابد بطبعه. فإذا الإنسان لم يهتدي إلى الإله الحق سبحانه وتعالى، إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ يخترع آلهة متنوعة، فيعبد البشر، يعبد الحجر، يعبد الشمس، يعبد القمر. ليه؟ لأنه في مكان في قلب الإنسان لمحبة العبادة، محبة التذلل، محبة الخضوع. حتى الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى هتلاقيهم بيخضعوا لآلهة متنوعة. هي إيه هي العبادة؟ التذلل، الخضوع والاستسلام. فهو هتلاقيه بيتذلل ويخضع ويستسلم لشهواته، مش كده ولا ايه؟ بيخضع ويتذلل ويستسلم لرئيسه في العمل، اللي هو متخيل ان ده اللي بياكله ويشربه فينافقه ويريحه بكلمتين حلوين وهدايا في المناسبات. ليه؟ ان هو ده الرازق بالنسبه له، ده النافع الضار بالنسبه له سبحان الله العظيم. فهو الانسان كده. انت يا انسان في قلبك يحتاج الى اله يعبد، قلبك يحتاج الى اسوه حسنه، قلبك يحتاج الى الايمان بالغيب. فاذا لم يهتدي الانسان الى الاله الحق سبحانه وتعالى هيألم البشر، هيألم الحجر، هيخترع اله او يألم نفسه. اذا لم يهتدي هذا الانسان الى القدوه الحسنه او الاسوه او الانسان الكامل والاسوه التامه التي جعلها الله عز وجل للبشريه لتكون هي الاسوه الحق، هيعمل ايه هذا الانسان؟ سيتخذ اسوات وقدوات اقل شانا واقل مكانه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاحنا ربنا بيجيبها لنا من اقصر طريق. ربنا بيقول لك اهو انا ربكم، قل هو الله احد، محمد نبيكم، محمد رسول الله، امنوا بالغيب، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هتقعد بقى حضرتك ترفض هذا الكلام المباشر الصريح الواضح، هتلف تلف 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 وتدور، وفي الاخر هتلاقيك اتخذت الها اخر من دون الله، اتخذت أسوة وقدوة أخرى من دون الأنبياء، آمنت بغيب آخر لكنه الغيب الشيطاني، الخرافات بقى والسحر والشعوذات والحاجات دي.
ما هو صورة الحق التي جعلها الله عز وجل دائما فيها صورة معاكسة، صورة شيطانية، بحيث وهديناه النجدين، هو في طريق، في طريق يؤدي الخير وفي طريق يؤدي الشر. فكل حاجة موجودة في الخير هتلاقي فيه ما يماثلها، لكن فين؟ لكن في الشر. فإحنا لما بنتكلم عن أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنستهدف هذين الأمرين. إيه هما بقى الأمرين دول؟ تفضلي. أحسنتي. وأن نتعلق أو أن نعلق قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا وقفنا عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي نتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة عجيبة، حاجة عجيبة في العصر بتاعنا ده. ليه؟ لأنه عند كتير من الناس الحياة كلمة مرتبطة بالنساء أكثر منها ارتباطا بالرجال، وهذا الكلام غير صحيح. يعني الحياء محمود في الرجل كما يحمد الحياء في المرأة سواء من سواء، لكن حياء المرأة يكون أوضح إن هي أرق. لكن هل معنى كده ان الرجل ما يبقاش عنده حياء؟ لا، لازم الرجل كمان يكون عنده حياء. فالحياء خلق ممدوح في الرجل والمرأة. الامر الثاني، ليه الناس ممكن تتعجب لما نتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان احنا اتكلمنا قبل كده عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس عندهم الحياء معناه النعومة، معناه ان الواحد يعني الرجوله اللي فيه مش مكتمله مثلا، وهذا الكلام ايضا غير صحيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتمل الرجوله بالمعنى البدني وبالمعنى المعنوي، يعني من ناحيه الصفات الرجوليه التي اشتملت عليها شخصيته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان بجوار هذه الرجوله المكتمله كان يوصف صلى الله عليه وسلم بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. فما فيش تنافي ولا تضاد بين أن الواحد يكون مكتمل الرجولة ورجل بكل ما تحمله كلمة ومع ذلك عنده حياء. القرآن، القرآن هو أول من يعلمنا هذا. القرآن بيعلمنا أن احنا في ألفاظنا لما نيجي نعبر عن الأمور التي يستحي منها كثير من الناس، لما نيجي كده نتبع آيات القرآن، لما نيجي نتحدث عن مثلا العلاقة بين الرجل والمرأة، إيه الكلمات اللي القرآن استخدمها؟ لها كلمات في غاية الذوق والرقة، كلمات غير خالشة للمرأة. لما القرآن يقول لك فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، كلمة تغشاها دي لو بحثت عنها في القواميس فكلمة في غاية الرقة والذوق، يعني في أعلى ما يمكن أن يعبر عنه أو بأفضل الألفاظ التي يمكن أن يعبر عنها أو بها في هذا المقام. فلما تغشاها حملت حملا. لما القرآن يعبر أيضا عن هذه العلاقة بكلمة اللام. طيب لما القرآن مثلا يجي يعبر عن قضاء الانسان لحاجته، قضاء الانسان لحاجته، هتلاقي الايه بتقول او جاء احد منكم من الغائط. كلمه الغائط كثير من الناس بيفهموا انه معناها هو الخارج من الانسان نفسه، وهذا غير صحيح. في اللغه كلمه الغائط هي مكان قضاء الحاجه. الغائط هو مكان قضاء الحاجه، زي بالضبط كده دلوقتي. يعني احنا الان بنستخدم او بنتحدث باسلوب مشابه لما بنعود الاطفال الصغيرين انه لما يعوز يدخل الحمام يقول انا عايز اروح الحمام. ايه الحمام؟ الغائط. طب هو هيروح الحمام يعني يزوره مثلا؟ يعني فاضي مثلا فيقعد شويه هناك لوحده؟ هيروح يعمل ايه؟ هيروح يقضي حاجه. فهو او جاء احد منكم من الغائطين، اللي هو مكان قضاء الحاجه. فالقرآن بيعودنا وبيربينا على ان احنا نختار احسن الالفاظ الممكنه. والمسلم بطبعه انسان
فوق صلى الله عليه وسلم. وكنا أمثلة دلوقتي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشافه أحدا بما يكرهه. يعني أنت دلوقتي في حد أنت عارف أنه بيتضايق من موضوع معين أو في حاجة بتحرك حد معين، ما تجيش أنت كل طول دم وتفتح الموضوع ده وأنت عارف أنه هيتضايق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف والله فلان ده بيتضايق من الموضوع ده فخلاص كأن الموضوع غير موجود. فنتعلم الذوق والأخلاق العالية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجماعة العالميين وأربابهم بيحاولوا يتحدثوا عن الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن والله الناس دول كانوا ناس متوحشين وناس عندهم بداوة، ودلوقتي العصر اختلف، ودلوقتي احنا صرنا اكثر تقدما ومش عارف وكذا. من اين؟ هو بالضروره كلما تقدم الزمن كلما تقدم الانسان؟ من قال كده؟ من قال ان التقدم في الزمن ينتج عنه بالضروره تقدم في التحضر او تقدم في الاخلاق؟ بالعكس بالعكس، يعني لا تلازم. لما تشوفوا اخلاق الجاهليين، الجاهليين اللي كانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يروح حصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ لا نتصور على، حتى لا يقول العرب اننا تصورنا على بنات محمد. فهم يعملوا ايه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يفضلوا واقفين على الباب لحد ما الصباح يصبح والرسول يخرج بنفسه عشان ياخدوه. ده مين حضرتك؟ دي اخلاق الجاهليين. فبالضروره مفيش تلازم بين ان والله الكلام ده كان من زمان، فمعنى كده الناس بتوع زمان دول ناس يعني بقى على قدهم. مين قال كده؟ حضرتك لو جيت يعني لو توفرت فرصه انك تسال عن اخلاق جدك وجدتك والناس بتوع اللي عاشوا في القرى، الناس البسطاء الطيبين دولت، هتلاقيهم في حاجات كتير جدا، في جوانب كتير جدا من حياتهم كانوا اكثر رقيا من الناس اتعلموا دلوقتي في الجامعات الاجنبيه. حتى الذوق في الكلام هذه كان موجود. انا شفت بعيني، كنا في مره من المرات بعد صلاه العصر جالسين بعد ما خلصنا الصلاه جالسين على باب المسجد من بره، يعني المسجد ليه باب وبعدين في كده ايه حاجه كده عاملينها علشان اللي عايز يدخل المسجد يخش مباشره، فهي جزء من المسجد وفي نفس الوقت في الشارع. فايام الحر الحته دي بتبقى طراوه شويه فالناس بيقعدوا فيها. طبعا كنا في الثانوي يعني صغيرين شويه، فشفت هذا الموقف اللي استغربت منه جدا. يعني كان طبعا كنت قاعد وفي مجموعه من الرجال كبار السن، فجت واحده ست كبيره عايزه تعدي من قدامنا، تعدي من قدام الرجاله. فتخيلوا تعمل ايه قبل ما متقرب مننا بمتر او مترين، تروح قلع الحذاء بتاعها وتشيله وتروح معديه وبعد كده تروح لابسه تاني. طبعا الموقف ده ما استوعبتوش غير بعدين، لكن فضل فين؟ فضل هنا. ايه بقى الموضوع؟ ليه هي عملت كده؟ عشان حذائها ما يضربش في الارض فتلفت النظر ليها. معنى ست عليه يعني ايه؟ لو شفتها لا هي منتقبه مثلا ولا هي متعلمه، لا دي اتعودت على كده. موقف ثاني بهذا انا شفت برضه بعيني، كنا واقفين مجموعه شباب قدام المسجد بعد ما خلصنا الصلاه واقفين وبيتكلموا فيها، واحده كبيره في السن برضه بتعدي قدام. انا شفتها جايه من بعيد مش منتقبه، ست كبيره في السن جدا، اول ما تعدي من قدامنا تروح شايله الفرحه بتاعتها كده. دول مين حضرتك؟ دول الناس اللي لا اتعلموا لغات ولا شافوا كمبيوتر ولا شافوا انترنت. فمش بالضروره إن كلما تقدمنا في الزمن بقينا 2021 و2022 يبقى احنا متقدمين عن بتوع 2018 و2019. ده وهم بيزرعوه في عقولنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من 1400 سنة كان أكثر تحضرا في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم من كثير من مدعي العلم والحضارة. طيب نمشي. في حيائه وإرضائه صلى الله عليه وسلم، في حيائه وإرضائه صلى الله عليه وسلم. وأما الحياء والإرضاء فالحياء فطرة
تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله. والإقبال التغافل عما يفرض الانسان بطبيعته. يبقى الان هنتكلم عن حاجتين كل واحد منهم خلق مختلف عن الثاني. الخلق الاول هو خلق الحياء. ما هو الحياء؟ رقة تعتري الوجه، يعني بيظهر اثر هذه الرقة فين؟ على الوجه، عند فعل ما يتوقع كراهته. يعني لما تيجي تعمل حاجة كده وحسيت ان غيرك وانت بتعملها احرج او حد غيرك كره اللي انت بتعمله، فايه بان عليك على طول انك تأثرت في ان غيرك اتأذى، فوشك احمر مثلا، او بعض الناس تلاقوه يعرق في لحظتنا حتى لو الجو برد تلاقوه وهو لانه اذى غيره او لانه تسبب في ايذاء غيره او جرح مشاعره، اللي يحصل ايه؟ لاما وشه يحمر أو يعرق أو يرتبك. ليه؟ ده من الرقة التي تعتري قلبه، فيظهر أثر هذه الرقة فين؟ على جوارحه. ممكن تظهر على جوارحه كلها فتلاقيه تهز وتعفت، لكن أكثر ما يظهر يظهر فين؟ يظهر على الوجه. فرقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته، يعني حاجة يعملها ويتوقع أن يكرهها غيره أو تتسبب في ان غيره يعني يكون في موقف يكرهه، او ما يكون تركه خيرا من فعله. تركه خيرا من فعله يعني الحياة مش مرتبط بفكرة اني فعلت حلال او حرام بس، لا، ده بيدخل في مساحات اعلى من هذا بكثير، في مساحة والله المستحب والمكروه، وبيدخل في مساحة اعلى وهي مساحة المستحب الذي قد يحرج بعض الناس، والمستحب الذي يعني أنت ممكن مثلا تتصدق أو تبقى عايز تتصدق بصدق يعدي من دماغ فقير، فتبقى عايز تديله حاجة، في واحد زميلك قاعد جنبك، فعل الصدقة ده فعل إيه؟ فعل مستحب، فأنت تروح متصدق فعلت هذا الفعل إيه؟ المستحب. لكنك بعد ما تصدقت حسيت إن زميلك محرج إنه متصدقش زيك، فتستحي يا ازاي انا فكت عليا دي، كان المفروض اراعي مشاعره، لو عايز تصدق خلاص مش لازم قدامه. فهو فعل مستحب، لكن الحياه خلق الحياه تطلب ايه؟ اني لا اجرح مشاعر الناس حتى ولو بفعل مستحب. طب جبنا الكلام دوت منين؟ من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم عليها، وجبناه كمان من مجموعه توجيهات لو بنقرأ القرآن والسنة بقلب واعي هنلاقيها مدسوسة وموجودة. تلاقي مثلا إنه على سبيل المثال يكره للجالس في المسجد، سيدنا النبي نهى عن هذا، إنك تقرأ القرآن بصوت عال. أهو ده يا أخوانا قرآن، تقرأ قرآن هذا حرام، وفين؟ في المسجد. ومع ذلك يكره أن تقرأ القرآن بصوت عالي في المسجد. ليه؟ لأنه ربما يشوش على المصلين. ده إيه؟ ذوق بنتعلمه من ديننا. لما نيجي نقرأ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ليه؟ طب ما دي صلاة. فعل الطاعة في حد ذاته ما يديكش الحق إنك تعتدي على غيرك ولو بالتشويش او الضوضاء. انت بتصلي حضرتك ولا تجهر بصلاتك، ربما يكون في حد نايم او تعبان او مريض انت بتصلي القيام، ولا تخافت بها علشان برضو يعني ايه ما تنامش وانت بتصلي، يعني حاول توصل المسائل بحيث تعبد الله عز وجل وتبقى صاحي في الصلاه ومركز في الصلاه وفي نفس الوقت لا تؤذي غيرك. هنتكلم في ايه؟ في العبادات اخوانا، قراءه القران وقيام ليل. طبعا اذا نزلنا درجات وكلمنا عن الامور اللي هي المكروهه والمحرمه يبقى من باب اولى. يبقى اذا واما الحياء فالحياء رقه تعتري وجه الانسان عند فعل ما يتوقع كراهته
أو ما يكون تركه خيرا من فعله، أو ما يكون تركه خيرا من فعله. والإغضاء ده خلق آخر من أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. التغافل يعني أنت قاعد في مجلس حد يتكلم كلام كان جارح ليك، أو كلام في تلقيح عليك، أو حد تعمد أن يضايقك بفعل أو بقول. الخلق النبوي في الحالة دي إيه؟ الإغضاء، التغافل. ونصف السعادة ونصف الشقاء من الإغضاء وعدم الإغضاء. يعني إيه اللي مخلي الناس عندها كلها ضغط وسكر وأمراض؟ إنه الناس قالت الناس عادت، طب كان يقصد إيه الكلمة دي؟ طب ده هو هيعمل إيه؟ طب ده كذا؟ طب ده هو بيخطط لي من زمان؟ طب ده هو السنة اللي فاتت عمل نفس الموقف معايا وبيكرره تاني دلوقتي؟ وكده كده كده كده. فإيه؟ أعد دماغي مشغولة 24 ساعة فيما فعله الناس، وفيما سيفعله الناس، وفيما ربما يقوم به الناس. فمشغول بمين حضرتي؟ مشغول بالناس 24 ساعة. فتعافى والعياذ بالله، ربنا يعافينا وإياكم. السعادة فين؟ في الإغضاء، التغافل. التغافل، حد يقول كلمة تضايقك، حد تعمد إنه يلقح عليك بكلام، مش كل ده كل ده ولا كأنك سمعت حاجة. طب إزاي؟ يعني هل المطلوب، هل الإسلام بيقول لنا إن إحنا نكون متبلدي الإحساس مثلا؟ ما تحسش؟ لا، ما بنقولش كده. لكن بنقول إنك إذا نظرت لكل فعل وقول في هذا الوجود على أنه من الله سبحانه وتعالى، وإن هذا الشخص لم ينطق بهذه الكلمة إلا بإذن من الله عز وجل، فإنت هتعتبر هذه الكلمة تربية لك من ربنا سبحانه وتعالى. تعتبرها تربية لك، ربنا يربيك على خلق معين. ربنا عايزك تتخلق بالصبر، ربنا عايزك تتخلق بالعفو، ربنا عايزك تتخلق بالحلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مش معنى كده انك ما تزعلش، لا، الزعل وارد، ان حد يؤذيك وتزعل ده وارد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم انه، مين اللي بيقول له؟ الله عز وجل. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقول. فسيدنا النبي كان بيحزن من ماذا؟ من الكلام اللي كان بيتقال عليه شاعر ومجنون وساحر ونصاب وكذاب وفرق بين جماعتنا ومش عارف وكذا، الكلام اللي كان بيقوله سيدنا النبي كان بيزعل من كده، لأنه ما فيش أي حاجة تدل على هذا، لا في سيرته ولا في أخلاقه، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. جابوا الكلام ده منين؟ فكان سيدنا النبي يدعم، لكن مع ذلك الإغضاء. ما تظنون أني فاعل بكم فين؟ بعد فين؟ بعد حروف كمان، يعني يا ريتهم توقفوا عند القول، لا، ده هذا القول ساحر وكذاب وشاعر تحول إلى فعل، وفعل من أعنف الأفعال البشرية الحرب. ثم كان الخلق النبوي ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإغضاء هو الخلق النبوي الكريم، فالإغضاء هو التغافل. يعني ما تركزش مع الناس، لو ركزت هتتعب، ما تركزش. يعتبر كل ما يقال حولك من كلام يؤذيك هو تربية من الله عز وجل. ماشي، تفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال الله سبحانه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إن ذلكم كان يؤذي النبي. ما هو ذلكم الذي كان يؤذي النبي؟ طبعا زي ما حضراتكم عارفين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق، والرسول المبعوث من الله الذي تنزل عليه القرآن، هو القارئ وهو الفقيه وهو العالم بالدين وهو المتصل بالوحي وهو كل حاجة. فواحد بهذه الصفات الكثيرة كان الناس يحبوا يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما عندوش سؤال. يعني أنا ما عنديش سؤال بس أنا بحب أقعد، فهو أي حد يلاقي نفسه فاضي أو متضايق من حاجة يروح فين؟ عند سيدنا النبي، عايز يقعد معاه في البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه الكريم ما كانش بيرد حد، وإن كان بطبيعته البشرية صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما يتأذى من هذا، إنه أيضا عايز يريح أقل حاجة.
عايز يدخل حمام زي كل الناس، زوجات وعايزين ياخدوا راحتهم في حجراتهم. هم كانوا بيقعدوا فين؟ في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش يعني بيت وسيع، كان يدوب مكان فيه سرير وحصيرة وطرقة، فمعنى ذلك ان في تضييق على اهل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأذى، لكن مع ذلك النبي ما قالهمش ما تبوش ابدا، ما حصلش. ولكن الامر الالهي هو الذي جاء واخبرهم بما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الايه، فعرف بقى ساعتها الصحابه، قبل كده ما كانوش يعرفوا، لان برضه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيظهر. يعني انت ممكن تكون بتقول اهلا وسهلا، باينه قوي يعني، مش كده؟ لا، حتى دي ما وصلتهمش، لان حتى لو كانت وصلت كانوا هم من نفسهم لاقوها، لان هم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين يؤذوه. هم متى علموا انهم يؤذونه؟ لما نزل كتابه. فهي اخلاق كريمه في مجتمع كريم. فنزلت الايه وفيها ان ذلكم، هذا الجلوس لغير حاجه، فمعنى ذلك ان المسلم الذي يريد حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم او له مساله عند النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يذهب له لا اشكال. ثم بعد ذلك الايات في سوره النور حددت متى يمكن ان يذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حطه في مكانه من لا ينبغي ان يستحي. يعني تخيل انت كده مثلا لما اقول لك ان ابوك بيستحي منك، ايه ده؟ عجيب، المفروض الابن اللي يستحي من ابوه، مش كده؟ لكن الاب يستحي من ابنه، دي عجيبه، حتى يعني ما بلاش نسمع عن حاجه زي كده. قلما دلوقتي الاب عايز حاجه من ابنه يقول يا ابني اعمل كذا على طول، او انت ازاي تقول كذا ويواجهه. ليه؟ لان الاب احنا يعني تعودنا على هذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وضعه في مكانه، إذا أراد أن ينزع حجاب الحياء هذا لنزعه وكان فيه محقا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إيه أولى من أنفسهم؟ يعني هو عارف مصلحتك أكثر منك. يعني لو قال لك ارمي نفسك في البحر ترمي نفسك في البحر حضرتك، لأنه أولى بك منك. ومع ذلك، مع أنه أولى بك منك، واللي قال أنه أولى بك منك مش أنا ولا أنت ولا انتخابات ولا تصويت، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضعه هنا في موضع الآمر الناهي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستحي، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. حاجة أظنها والله أعلم خارج أطوار العقول، يعني حاجة لا تستطيع أن تتخيلها أصلا. يعني شخص في مكانة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وناس جايين له بيزوروا بيتقلوا عليه في الزيارات، لو أراد في مرة من المرات يقول لهم ما تقوليش دلوقتي، أو ما بتقبلش حد دلوقتي، أو مش فاضي دلوقتي، ما فيهاش حاجة خالص بالمناسبة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، صلى الله عليه وسلم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ماشي، تفضل. وحدثنا أبو محمد بن عبد الله رحمه الله بقراءته عليه، حدثنا أبو فاطم حاكم بن محمد، حدثنا أبو الحسن الخوارزمي، حدثنا أبو زيد البروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن قلادة، سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في كبرها، وكان إذا كلم شيئا عرفناه في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم العذراء معروفة، هي البنت التي لم تتزوج، بمعنى أنها لم تتزوج يعني لم تخالط الرجال. طيب في خدرها يعني كمان دي قاعدة في بيت أبوها ما خرجتش،
يعني ممكن تكون الوحدة عذراء لكن تخرج وتروح وتيجي ففي جرأة شوية. أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حيائه كهذه العذراء التي لم ترى رجلا قط. فلما تشوف ابن عمها وشها يحمر، ويمكن لما تشوف أبوها أو أبوها يشوفها من غير حجاب أو طرحها في البيت وشها يحمر. وزمان كانوا كده فأو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حياؤه في حيائه صلى الله عليه وسلم كان هكذا أشد، وكان أشد من هذا أيضا. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ده خلق نبوي مهم جدا، يعني زي ما احنا بنقول كده فلان اللي في قلبه على لسانه أو اللي في قلبه بيظهر على طول ما بيخزنش. فهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، باطنه صلى الله عليه وسلم كظاهره وظاهره كباطنه صلى الله عليه وسلم، مفيش تلون. فهو كره حاجة، الكراهة والكراهية والمحبة دي محلها فين؟ محلها في القلب، اللي بيحبه بيكره فين؟ في القلب. طيب إذا انطبعت الكراهية في القلب أو كره القلب شيئا على طول يظهر على الجوارح. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وخد بالك عرفناه في وجهه أعض الناس أعدل صلى الله عليه وسلم، يعني من حركاته وسكناته وإيه اللي ربما يضايقه. وطبعا حياء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لاحظ أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه أيضا من أن يظهر ما يضايقه عشان ما يحرجش غيره، لكن أيضا أنه يمسك نفسه عن إظهار ما يضايقه لحدود البشر. فكان مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا لم يرد أن يبدي هذا الذي كرهه للناس، لكن كان يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم لشدة رقته صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادلون رقة برقة وشعور بشعور وإحساس بإحساس ومحبة بمحبة، فكان أقل شيء يظهر على صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقطع طريقته في الكلام، تغيرت سكتاته وحركاته، تغيرت حركات ايده، تغيرت سكوته طال. حاجات خفيفه خالص، ومع ذلك وكان اذا كره شيئا عرفناه. يعني كانه الصحابه رضي الله عنهم صار عندهم حاجه كده زي قرون الاستشعار، من بعيد خالص يحسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كره وماذا احب صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة. يعني ايه لطيف البشرة؟ البشرة اللي هي ايه؟ ما بدا من الانسان. يعني ايه لطيف البشرة؟ يعني مش بشوش بس، لطيف البشرة يعني كان سريع التأثر صلى الله عليه وسلم، وكان تأثره هذا يظهر على بشرته، يظهر عليه بسهولة. ليه؟ لطفه، بعكس حد تاني مش لطيف البشرة اللي احنا بنقول عليه ايه؟ هو اللي تخين ولا جلده اللي تخين؟ تخين البشرة. يقول لك فلان ده جلده، ده تعبير مجازي، جلده تخين. يعني ايه جلده تخين؟ يعني مش حساس قوي، يعني يحتاج انك تقول له الكلام مباشرة، يعني بإطهار. يعني لما تيجي مثلا تقول ايه يجب على الانسان يعمل كذا، بقى عايز ايه يعني؟ فانت لازم ايه؟ لازم بصورة مباشرة تقول له والله ما تعملش كده تاني، يفهم كده انه انت عايز منه حاجة. فسبحان الله، في ناس كده وفي ناس كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، يعني شديد وسريع التأثر صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التأثر يظهر فين؟ يظهر على قسمات وجهه او على جوارحه صلى الله عليه وسلم، او على بشرته صلى الله عليه وسلم. رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفسه. يعني أنا من نفسك العارف إن الحاجة دي بتضايقك، مش هسخف وبقى دم تقيل وروح متعمد إنك لما تيجي وتفتح الموضوع ده،
في ناس كده، في ناس تحب تقوم بالواجب فيعمل ايه، عارف ان الموضوع ده فلان فيستنى لما يجي عشان يفتحه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، لا يشاف احدا بما يكرهه حياء وكرم نفسه صلى الله عليه وسلم. ماشي اتفضل. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول هذا، ولكن يقول ما بال أقوام يسمعون أو يقول أو يقولون كذا. سيدنا النبي كانت هذه طريقته صلى الله عليه وسلم. في حاجة معينة عايزين نصححها، في نصيحة معينة عايزين نوجهها لحد معين، في حد معين احنا عارفين انه بيعمل حاجة غلط في وسطنا، في وسط اصحابنا، في وسط شغلنا، في وسط اهلنا، في بيوتنا. فهنيجي نتكلم بصفة عامة، يعني الكلام موجه للجميع مش لشخص بعينه عشان ما نجرحوه. فلما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان حد معين من الناس، حد معين قام بفعل معين، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هي انه يبلغ الناس ويعلمهم ويربيهم، والذي وضعه في هذا المكان هو الله سبحانه وتعالى. فانت لو عندك ادنى درجات الاسلام هتقبل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا، وانما كان يجعل الكلام عام. فلما يعرف ان في حد بيعمل حاجه، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، يعني في ناس يا جماعة بيعملوا واحد من ثلاثة، وهذا صح، هذا لا صح، هذا ينبغي، هذا لا ينبغي. ليه؟ عشان اللي قاعد لا يخرج. حتى بيذكر من ضمن المواقف اللطيفة المتعلقة بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حصل بسببها خلاف فقهي، اللي هو موقف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع أصحابه رضي الله عنه، أكل ماذا؟ لحم جزور. لحم جزور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. نقض الوضوء بأكل لحم الجزور لا عند الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية، موجود فين بس؟ عند الحنابلة، أخذوه في ظاهر الحديث. طيب معنى كده ان ايه؟ العلماء دول بيتركوا السنه مثلا؟ ده هم اللي قالوا لنا السنه، هم اللي علمونا الدين، هم اللي علمونا حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعقول هم اللي يتركوا السنه؟ فامال ايه بقى؟ ايه الحكايه؟ قالوا انه هذا الحديث له سبب، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه يامرهم بالوضوء بعد اكل لحم الجزور، لانه في حاجه في لحم الجزور او في حاجه في اكل اللحوم، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذوقا منه صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يحرج واحدا منهم احدث اثناء الاكل. فبدل ما يقوم يتوضا لوحده ويتعرف ان هو اللي احدث، فسيدنا النبي قال لهم لا، روحوا اتوضوا كلكم يلا صلى الله عليه وسلم. فايه؟ فالعلماء فهموا هذا الحديث على هذا النحو. يبقى إذن لم يكن صلى الله عليه وسلم يشافه أحدا بما يكرهه، وإذا رأى شيئا من أحد لا يوجه له الكلام مباشرة، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى لا يسقط هذا الشخص حتى أمام، ولو كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افترض كده النبي صلى الله عليه وسلم راح لواحد وكلمه مباشرة قال له أنت ليه عملت كذا، حتى لو قدوا على كذا، والمتري عملت كذا وعملت كذا، ما كانش صح انك تعمل كذا، حاضر يا رسول الله. هذا الشخص بعد كده كل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقابله وعينه مكسوره، مكسوف منه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، كرم نفسه صلى الله عليه وسلم يجعله لا يحب ان يرى انسانا مكسورا. قرنه ده باللي ناس كتير بيتعمدوا يعملوه مع البشر، يتعمد في تعاملاته مع الناس انه يكسر الناس اللي حواليه، اعوذ بالله، او يبقى ماسك عليهم زله، اخلاق شيطانيه ليس لها علاقه بالدين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان ينكسر احد ولو كان انكساره امام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، امام المعلم اللي هو جاي علشان يعلمنا ويربينا ويزكينا. ومع ذلك بيعلمنا هذا المعلم العظيم صلى الله عليه وسلم الا ينكسر احد امامنا. خلي الإنسان عنده كرامة حتى لو غلب، ولقد كرمنا بني آدم، ينهى عنه ولا يسمي فاعله صلى الله عليه وسلم. ماشي اتفضل.
وروى أنس أنه دخل عليه رجل به أثر سلطة فلم يقل له شيئا وكان لا يواجهه أحدا بما يطرق، فلما خرج قال لو قلتم له يقتل هذا فيروى يرجعها. قالت عائشة في الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا فقابا للأسواق ولا يجدي بالبيت. وروى أنس أنه دخل عليه رجل به أثر صفرة. إيه أثر صفرة دي؟ إيه أثر صفرة؟ يعني متسخ الثياب أو متسخ اليدين، به أثر صفرة. فلم يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول له يا أخي ما تغسل ثيابك، أو يا أخي اغسل إيدك، أو يا أخي نظف نفسك قبل ما تيجي. فلم يقل له شيئا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو قلتم له يغسل هذا أو ينزعها، في رواية يبقى يعني يكون أفضل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ينصح هذا الصحابي بأن يهتم بإزالة أثر هذه الصفرة. طبعا مين اللي هيروح ينصح هذا الصحابي بإزالة أثر هذه الصفرة؟ أقرب الناس إليه، وبالتالي لن يحرج هذا الصحابي من هذه النصيحة. قالت عائشة في الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا فقابا بالأسواق ولا يجدي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فاحشا، اللفظ الفاحش هو اللفظ المحرم الذي يحتوي على سب، أو اللفظ غير المحرم الذي تكرهه الأسماع ويخدش الحياة، في ألفاظ نطقها مش محرم لكن فيها قلة ذوق لما تقولها. فهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، في ألفاظ كانت تتقال في الشوارع، في ألفاظ الناس بينطقوا بيها، ما وردش نهي عنها ولا تعد من السب، لأنك ما وجهتش الكلام لحد، ده أنت بتقولها في كلامك. لكن مع ذلك لا يجوز ولا يصح أن نطلب إليها أنها من الفحش والعياذ بالله. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاضا في الأسواق. سخاضا في الأسواق يعني يرفع صوته بما يريد، عين السوق محل لرفع الصوت، إن الناس محدش سمع بعض، انت تروح تشتري على حواليك دوشه، فبتقول بقى بكام دي، وتقعد تزعق لحد ما يفهمك وتفهمه، وبعدين احيانا يحصل مجادله ونقاش وكذا، فيعلو الصوت. اهو سيدنا النبي حتى في الاسواق لم يكن يعلو صوته صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم في الاسواق فحاله في غيرها اولى. في ناس ما بتعرفش تتكلم اللي يزعل صوتها. فاحنا لابد ان احنا نتعود على إنك لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه، أكثر مما يحتاج إليه السامع. مش لازم نبقى قاعدين في مكان واتنين بيتكلموا الدنيا كلها سمعانا. ولا سخاضا في الأسواق ولا يجدي بالسيئة السيئة، مع إنه في إباحة إلهية ب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني واحد ضربك بالألم، الشرع بيقول لك اضربه بالألم. واحد شتمك، الشرع بيقول لك ممكن تشتمه من غير اعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هترد بس ناخد بالك الحد الادنى. طب الخلق النبوي اللي هو الحد الاعلى، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني واحد شتمك، الشرع بيقول لك ممكن تشتمه. طيب الخلق الاعلى، الله يسهل لك، او طرد عنه سيبه تاني. فولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وقد حكي مثل هذا الكلام عن التوراة. الحديث في صحيح البخاري، ممكن حضراتكم ترجعوا لي النهاردة صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفه بها أهل الكتاب الذين كانوا من قبلنا كده، إنه صلى الله عليه وسلم لا يجزي السيئة بالسيئة، وليس فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب في الأسواق،
بقية الحديث سميتك المتوكل إلى آخر الحديث في صحيح صحيح البخاري إن شاء الله. فكان أخلاق النبي هذه اللي احنا بنتكلم عنها أحد دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه هو النبي المبعوث الذي بشرت به التوراة في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان من حيائه لا يثبت وطره لوجه أحد. الجماعة بقى بتوع الأي كونتاكت والحاجات اللطيفة دي، الأي كونتاكت اللي هو التواصل بالبصر، يعني يقول لك عشان تتكلم مع حد لازم عينك تبقى في عين انت تتكلم معاه، يعني لازم ايه عينك تبقى مباشرة في عينيه، يقول لك لازم تبص هنا، حاول تبص هنا، ما تركزش في عينه نفسها لكن بص هنا، والا يبقى يعني انت كده مش البرزنتيشن سكيلز عندك مش قد كده فتعلمها. اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، من حيائه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يثبت بصره في وجه احد، ما كانش يقعد يحلق في الناس. يعني انا يعني اعتقد إن الواحد كده يبص في وش حد كده باستمرار فيها قلة ذوق، يعني بعكس ما يروج، هو التواصل عمره ما هيكون لا بالعين ولا بالإيد ولا بالرجل، التواصل بالأرواح، التواصل بيكون في الأساس بالأرواح. يعني أنا ممكن أكون مش شايفك خالص ولا أنت شايفني، بس أنت متأكد وعلى يقين أنا بحترمك في كل كلمة بقولها، ممكن ما أتكلمش خالص بس أنت عارف أنا متواصل معاك وبحترمك. ايه بقى بصية وبصيرة دي؟ يبقى اذا كان صلى الله عليه وسلم لا يثبت بصره في وجه احد، بل يذكر عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا ده من حياته صلى الله عليه وسلم، من حياته، وبيذكر عنه صلى الله عليه وسلم ايضا من اخلاقه انه كان نظره صلى الله عليه وسلم للارض اكثر من نظره الى السماء، يعني حياة شديد جدا، يعني المادة الخام للحياء هو صلى الله عليه وسلم. لا يثبت بصره في وجه أحد حياء طبعا، وأنه كان يسمي عن بصره الكلام إليه مما يصرف. يعني إذا اضطر اضطرارا نقول كلام مما يخرج عن حد الذوق، طبعا احنا بنتكلمش هنا في حلال وحرام، يعني لما بنيجي نتكلم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونفاضل بين مواقفه المختلفة، بنتكلمش هنا في مستوى ما يجب وما لا يجب أو في مستوى الحلال والحرام، لا، احنا بنفاضل الآن بين فاضل ومفضول، بين حد أعلى في الذوق وحد يعني ربما يكون أقل منه. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطر في بعض المواقف إنه يتحدث وينزل عن حده الأعلى، هذا ما كانش برضه بيترخص في الكلام ويقول اي كلام كده الناس بيقول كان فاحش، ولكنه كان يكني عنه، يعني يقول بالمواربه، ما يقدرش لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم ينطق بالكلام الفاحش. وهكذا المؤمنون. وعن عائشه رضي الله عنها ابو دان عميل مع زوجته صلى الله عليه وسلم، ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. طبعا احنا ما بنتكلمش ايضا هنا في حلال وحرام، لانه نظر الرجل الى زوجته ونظر المرأة الى زوجها حلال، مفيش في اي حاجة، يعني من حيث الفقه لا يعتبر محرم، من باب الاعفاف وكذا. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ممن احلهم الله عز وجل له، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتكشف تماما امام زوجاته صلى الله عليه وسلم. ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم خيرا. نقف هنا.